كل عام وانتم بخير. من سيدة دمشق يلي كانت بهالساحة ساحة العباسيين يلي كانت هي ساحة الموت واصبحت ساحة الحياة مع رب الحياة اليوم يلي نزل عن خشبة الصليب لحتى يحمل خطايا العالم واكيد حمل آلام سوريا معه على خشبة الصليب. اليوم يوم مبارك، يعني يوم عظيم، عيد قيامة المسيح من أهم الأعياد المسيحية، ما في أحلى من هالقيامة. يعني إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع، على سوريا، بقيامة سوريا يلي هي إنه أهم شيء. نحن هلأ عم نحتفل صح بقيامة المسيح، بس في شيء بقلبنا مزعلنا موجعنا، هالوجع اللي بسوريا والمعاناة اللي عم بيعانيها الشعب. يا رب يا رب ترجع سوريا، سوريا الخير. كل سنة وانتو سالمين، الله يعطيكم العافية ويقويكم، ونقول الله يفرج علينا ويفرج على بلدنا سوريا وتكون هيك كلها بلد السلام والأمان ويرجع لنا يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. اليوم طبعا نحن الجمعة العظيمة، جمعة درب الألام. نحن كل سنة بتذكر هاليوم، يوم اللي فيه تألم السيد المسيح كرمال كل إنسان فينا، ونحن امتداد لألام سوريا. إن شاء الله بقيامة المسيح يوم الأحد بتقوم سوريا خلال هالفترة القادمة، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، ونتمنى الخير للجميع ولسوريا. هي تاني سنة بسلام عم نعيد. كل سنة وانتم سالمين كلكم. العيد هالسنة غير شكل، معيدين بأمان وبفرح، وإن شاء الله عقبال كل المدن بسوريا تكون محررة. كل سنة وانتم سالمين وينعاد على الجميع بألف خير.